اهلا اهلا. وصفتنا اليوم تبونها فطور، تبونها عشاء، تبونها خفايف، تاخذونها معكم بالروحات والجيات، كلها تنفع. راح نسوي الهبه او الترند حق الاجانب، اللي هو السندوتشات باشكالها المتعدده. هم يستخدمون التورتيه، لا انا استخدم الخبز العربي، ألذ واطعم واخف. قلت لكم راح نستخدم الخبز العربي، وحاولوا انه يكون فريش، لا اساس ما يتقطع معكم. نفس الشيء راح افتحها عشان تكون خفيفه، وعشان اكل طعم حشوه ما اكل طعم خبز. راح افتحها وارجع لكم. راح نسويها بعده حشوات. الحشوه الاولى راح تكون حشوه الفلافل، اقطعها بس كذا، ما راح اكمل. وبعدها المثلث الاول اللي هنا راح احط حبات الفلافل، 3 إلى 4 على حسب الخبز. شوفوا انا حطيت الوسط ما حطيت الكبيره، وراح اضغط عليها بالملعقه بهالشكل، بس بفككها. راح اضيف الخس والبقدونس والنعناع. والمثلث الثاني راح يكون عندي هنا مخلل مقطعته مكعبات صغيره بهالشكل. واخر شيء راح يكون عندي هنا صوص الطحينه، بحطه على نفس الفلافل عشان يعطيها نكهه حلوه. اخر اضافه قبل ما ابدا اطويها راح يكون الشطه مع الطحينه والفلافل، بتعطيني ميكس جدا لذيذ. الان راح اطويها بهالشكل، وبعدين هذه بهالشكل، وتطلع لي الساندوتش اللي بعده. راح بيكون شرايح الحلو مثل ما انتم شايفين، حمرتها بزيت زيتون، وعندي هنا شرايح الزيتون والبيستو وخيار وطماط ونعناع. ونفس الشيء راح نقطع الخبز العربي عندنا بهالشكل. راح نحط بالتبادل، هنا عندي شريحتين حلوم، وعندي زيت زيتون، وعندي نعناع، وشرايح الطماطم، وشرايح الخيار، واخر شيء بيكون عندي هنا البيستو. راح اجيب ملعقه اصغر، اعطيني ملعقه اصغر. جبنا الملعقه الصغيره، وناخذ من تحت عشان ناخذ البيستو ما ناخذ من الزيت، وراح ندهن فيه بهالشكل. ممكن نضيفه هنا، بس انا حبيت اني اضيفه بهالشكل هنا. ونرجع مره ثانيه نطويها كذا، بعدين المثلث الثاني والمثلث الأخير، وعلى الشواية. الساندوتش الثالث بيكون ساندوتش الطفولة، بيض مسلوق، كاتشب ومايونيز وخس، وهنا عندي شرايح طماطم وخيار، واللي يبي إضافة النعناع. ونفس الشيء راح نقص الساندوتش من الوسط. راح أدهن أول شيء بالكاتشب والمايونيز، وبعدين شرايح البيض. حشوة يا بنات انتم تقدرون تبدعون فيها على حسب ما تحبون. وبعدها بيكون شرايح الخس، وعندي هنا طماطم وخيار والنعناع. ونرجع مرة ثانية الجزء الأخير، بنعزز فيه نكهة الكاتشب والمايونيز، وراح نطويها بهالشكل، شكل المثلث العادي. الساندوتش الأخير عندنا اليوم راح نقطعها نفس الشيء من الوسط، وبيكون ساندوتش زعتر. كده كنت تعرفوني أنا من عشاق الزعتر، حطوا معه نتفة موية، زيت وزعتر ونتفة موية. وبعدها يكون شرايح الحلوم، خيار وطماطم وخس، ونطويها على شكل مثلث بهالشكل. كل السندوتشات بعد ما نخلص ندخلها بالحماصة، نخليها تتحمص على الجهتين، وبعدين نروح لصحن التقديم.